تسأل أيضا هل عمر الإنسان يزيد وينقص رغم أن الإنسان قد كتب عمره وهو في رحم أمه وله 40 ليلة كما ورد ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تنافي بين كونه قد كتب أجله وكونه يزيد لأسباب وينقص لأسباب، لأنه تكون هذه الأسباب مكتوبة في أجله أيضا، كتب الله أن هذا يزيد عمره بسبب كذا وكذا أو ينقص عمره بسبب كذا وكذا، فالكل بقضاء الله وقدره. ومنهم من العلماء من يقول إن معنى طول العمر ونقصان العمر بالأسباب إنما معناه حلول البركة في العمر مع الأسباب الطيبة والطاعات وصلة الرحم، يطول عمره بمعنى أنه مبارك له فيه بالأعمال الصالحة. وهناك أسباب لنقصان العمر بمعنى نقصان البركة ونقصان العمل الصالح في هذا العمر حتى يكون عمرا لا بركة فيه وهو عمر قصير لهذا السبب، الله أعلم. المهم أن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى وأن المقادير بيد الله، ونحن نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بالأسباب التي جعلها الله أسبابا لزيادة العمر أو نقصانه.